دائما نتشرف بالظهور اولا على القنوات العراقيه بشكل عام وبشكل خاص قناه زاكروس. اكيد اجواء جامعه الخليج دائما ما تكون جميله بوجود الجماهير، جميله بوجود التصريحات الجماهيريه، التحديات الجماهيريه فيما يتعلق بالجمهور البحريني. اكيد راح يتواجد في البصره لمسانده المنتخب، خصوصا ان منتخب البحرين هو حامل اللقب اولا، ودائما ارض العراق ارض خير على مملكه البحرين. نرجع بالذاكره قليلا لسنوات قليله قبل حتى جائحه كورونا، منتخب البحرين تمكن من التتويج باول القابه على مستوى كره القدم الفريق الاول بعد تتويج البحرين بلقب غرب اسيا. فبالتالي ارض العراق ارض دائما هي دائما ارض خير على الجميع، ولكن على مملكه البحرين في كره القدم دائما تحمل ذكرى طيبه للاحمر البحريني. وبما ان الاحمر البحريني حامل اللقب، هناك امال كبيره من الجماهير، واكيد التواجد راح يكون في الايام القادمه في البصره الفيحاء. يعني رايك بالاجراءات اللي موجوده هذا اليوم واللي اتخذتها الحكومه، التسهيلات اللي موجوده، اول شيء رفع الفيزا وايضا رفع الجمرك عن السيارات، وايضا الاستقبال الكبير اللي موجود من الاهالي وايضا من حكومتنا المحليه وايضا الحكومه الاتحاديه. نعم بلا شك، تابعت حتى في الايام الاخيره ان هناك الكثير من الاجراءات التي تساعد وتسهل تواجد الجماهير. البصره يعني اتصور حتى الجمهور البحريني او الجمهور الخليجي بشكل عام عنده اكثر من طريق انه يصل للبصره، ليس فقط عن طريق الطيران بل عن طريق حتى البار والاستمتاع في اجواء البار عن طريق الكويت. فبالتالي مثل هاي الامور اكيد تسهل وتساعد الجمهور على التواجد، خصوصا احنا نتحدث عن يعني افتتاح دوري الخليج راح يكون في ايام نهايه الاسبوع، فبالتالي الجمهور عنده مجال، يعني موضوع العمل ما راح يكون عائق بالنسبه له، الى جانب حتى الاجواء على مستوى الطقس. لا شك مثل هذه التسهيلات تحفز وتساعد اكثر الجمهور الخليجي على التواجد والاستمتاع، ومثل ما قلت لك في البدايه. لكن اريد اسال سيد اسالك نقاط مهمه جدا على سيد حمد على مود اذا اسال عن الفرق المشاركه يعني بكاس الخليج، شلون تشوف يعني قوه الفرق؟ هل ممكن او مستويات الفرق اللي موجوده منو مرشح انه يكون يعني الاول والثاني والثالث؟ نعم من خلال المستويات. نعم من خلال المستويات اتصور يعني المنتخب السعودي قد تكون حظوظه اقل، بما ان يعني يشارك بالصف الثاني او بالمنتخب الاولمبي وهو تعود في السنوات الاخيره. الصف الثاني فاجئ الجمهور سيد حمد. طبعا يعني اكيد لا يعني اكيد عنده حظوظ كبيره، ولكن اذا نتكلم عن مستوى اللاعبين اللي شاركوا في كاس العالم اكيد راح يكون المستوى اقل، ولكن ايضا المنتخب السعودي لا يمكن ان يستبعد من الترشيحات. اتصور منتخب العراق هو صاحب الارض ويمر في الفتره الاخيره بتجديد كبير على مستوى الطاقم الفني وحتى على مستوى اللاعبين وكذلك الارض، واتصور كل الجمهور العراقي متحفز لهذه البطوله بما ان هي عوده دورات الخليج الى ارض العراق وتحديدا للبصره، عامل كبير من اجل ان يكون منافس. وحتى العراق ايضا عنده حافز كبير بما انه صار له فتره طويله لم يتوج باللقب الخليجي، فبالتالي الجمهور واللاعبين كلاهما متعطش للمنافسه والتتويج بهذا اللقب. المنتخب العماني اتصور من خلال مستوياته الاخيره في التصفيات والفوز على اليابان والاداء الكبير اللي قدمه في التصفيات خصوصا في الجزء الاخير اتصور قد يكون احد المنافسين. فيما يتعلق بالتنافس على اللقب اتصور ما راح يخرج اللقب بين يعني من بين العراق عمان، وباقل تقدير قد يكون منتخب